من إذاعة فاس الجهوية. نشرة الأخبار، هذه عناوينها. وزارة الصحة تسجل 4346 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، 4044 حالة شفاء و70 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. من بين هذه الأعداد، جهة فاس مكناس تسجل 84 إصابة بكوفيد 19، 71 حالة شفاء وتسع وفيات إلى حدود الساعة 6 من مساء أمس. إعادة البناء بشكل أفضل نحو عالم دامج ولوج ومستدام لجميع ما بعد كوفيد 19، شعار اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة الجارية. إقليم بولمان يعيش على إيقاع موسم جني الزيتون، والجهات المعنية تتوقع إنتاج حوالي 42 ألف طن من هذه الفاكهة. وفي النشرة مواضيع أخرى ومختصرات. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء عن تسجيل 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 4044 حالة شفاء و70 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 364190 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 314237 حالة بنسبة تعافي تبلغ 86.3%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5985 حالة لتستقر نسبة الفتك عند 1.6%. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة إلى حدود الساعة 6 من مساء أمس عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء سطات 1314، الرباط القنيطرة 942، سوسمس 583، مراكش أسفي 420، طنجة تطوان الحسيمة 401، العيون الساقية الحمراء 178، جهة الشرق 124، قولميم ودنون 116، فاس مكناس 84، بني ملال خنيفرة 76، درعا تافيلال 73، وجهة الدخلة وادي الدهب 35 حالة. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1003 إصابات لكل 100,000 نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 12 لكل 100,000 نسمة خلال 24 ساعة الماضية. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة 135 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 991 حالة، 81 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و 520 حالة منها توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. وفي الحالة الوبائية بجهة فاس مكناس، فقد سجلت الجهة 84 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة المنصرمة حسب الحصيلة التي أفادت بها المديرية الجهوية للصحة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بعموم الجهة إلى 16896 حالة. وعرفت الفترة المذكورة شفاء 71 حالة، رفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 15684. كما قفز عدد الوفيات إلى 576 بعد تسجيل 9 حالات وفاة. وحسب معطيات المديرية الجهوية للصحة فاس مكناس، فالحالات 84 جديدة تتوزع على فاس ب 33 حالة، 9 بصفر، 14 بتازة، حالة واحدة بتونات، 8 حالات بملاعقوب، 15 بمكناس، و4 بالحاجب، في حين سلم كل من إقليمي بولمان وإفران من تسجيل أي إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. أما حالة الشفاء 71 فقد سجلت منها ببولمان 5 حالات، 7 بصفر، 19 بفاس، 24 بتازة، 14 بمكناس، وحالتين بإفران. وتوزعت حالات الوفاة 9 على كل من فاس حالتين ومثلها بصفر وتونات، في حين سجل إقليم بولمان حالة وفاة واحدة، كذلك مولي عقوب ومكناس. ويظل تحت العلاج بعموم الجهة
636 حالة. في موضوع آخر وتحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل نحو عالم دامج ولوج ومستدام لجميع ما بعد كوفيد، يحتفل المنتظم العالمي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بغية تعزيز حقوقهم في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية وإذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهذه انطباعات البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة حول انتظاراتهم في مختلف المجالات. الأشخاص وضعية إعاقة بشكل عام الكل فينا كيكون واحد اليوم اللي كنحسوا فيه بالمدى يعني الجانب الحقوقي ديالنا على الدرجة الأولى، يعني كنراعيو شنو هما الحويجات الحقوقية اللي كتخدم هذه الفئة، وكنبقاو نفكروا في الجانب المستقبلي هذه يعني بشكل خاص وبشكل عام. علاش؟ لأن الأشخاص وضعية إعاقة على مستوى يعني الوطن داخل المغرب بكل صراحة وبكل صدق مازال يعني مجموعة ديال الحويجات اللي خصها الدار، يعني الجرعات القانونية والحقوقية اللي ممكن تشفي الغليل وتداوي وتعالج يعني هذا الداء ديال الإعاقة بالنسبة لنا داخل المغرب مازال ما تلقاش ومازال ما موجودش، رغم وجود مجموعة من القوانين اللي منزع بالرخوف، لكن التنزيل ديالها على أرض الواقع هو الأمر الصعب اللي كيعوق هذا المسار وهذا المجال ديال تنموي باش نشاركوا فيه حتى احنا كأشخاص في وضعية إعاقة. ومع العلم أن رغم ذلك ورغم كل هذه الأشياء إلا وأننا نؤمن بالتحديات ونؤمن بإمكانيات المستحيلات، وهذا هو الشعار ديالنا والحمد لله كل شكر له رغم كل هذه المعيقات اللي هي موجودة وهذه الحجرات العثراء اللي مطروحة إلا وأننا كنتخطوها بكل إرادة وبكل علم. اليوم العالمي للمعاقل بالنسبة للبلاد ديالنا في الحقيقة هناك بعض الأمور تحققت، ولكن أنا اللي تتأسف لي أنها ماشي تحققت بخطط، لأن بصراحة ما عندناش لا في الأحزاب ولا في المجتمع المدني شي خطط اللي تنرسموها خلال السنة باش نحتفلوا بالسنة المقبلة. بهذا اليوم كنشوفوا واش حققنا نصف داك الخطة أو كلها أو ثلث منها. احنا ما عندناش هذا الشيء، وهذا هو اللي يؤسف له، أنه بنيتي تيجي داك اليوم تنهضروا عليه وفوكاش علاش دار، ولكن باش تكون خطة محكمة ويجي السنة المقبلة ونقولوا ها شنو نجزنا في ديك الخطة وها شنو اللي ما نجزناش. ولهذا كنتمنى من المسؤولين سواء في المجتمع المدني أو في الدولة أو في الأحزاب تكون عندها هذه النظرة، وإذا كانت عندنا هذه النظرة دائمة فأنا متأكد من أن هذه الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة غادة تكون عندها كلمتها وغادي توصل للمبتغى ديالها. ويبقى من أهداف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المساهمة في الفهم الحقيقي والعميق لمشاكل المعاقين والعمل على إيجاد الحلول لكي يضمنوا التمتع بكافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون، عرض الإنجازات والمساهمات التي يقوم بها ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات وتقديم برامج التوعية والتربية والتأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل العمل على تأهيلهم للإدماج في المجتمع بشكل طبيعي. في موضوع آخر، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بمدينة فاس بتنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس الأربعاء من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و34 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بمحطة مسون بطريق السيار الرابط بين مدينتي وجدة وفاس، وذلك مباشرة بعد وصولهما على متن سيارتين خفيفتين. توضيحات أوفى عن العملية نتابعها على لسان محمد المنصور العزوزي مراقب عام للشرطة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس في ميكروفون الزميل مصطفى الزاهري مصور القناة الأولى. عملية نوعية كتسجلها مصالح الأمن ذلك على إثر معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة محافظة على التراب الوطني، أسفرت على حجز كمية مهمة من مخدر الشيرة، وذلك بتنسيق تام ما بين المصلحة الأخيرة كذلك الفرقة الوطنية الشرطة القضائية والمصلحة الولائية الشرطة القضائية بفاس. هذه العملية النوعية أسفرت على حجز
طن و410 كيلوغرام من مخدر الشيرة. كانت هذه الكمية على متن سيارتان، كما تم ضبط سائقيها بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية من العملة الوطنية مهمة وهواتف نقالة، والبحث جاري مع النيابة المختصة. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. في لحيان يعيش إقليم بولمان المعروف بتنوع وثراء منتجاته المحلية على إيقاع موسم جني الزيتون الذي انطلق منذ شهر أكتوبر حسب المناطق، ثمار تستخدم في إنتاج زيتون المائدة أو زيت الزيتون. فكيف هو إنتاج هذه السنة من هذه الفاكهة؟ ذلك ما يوضحه المدير الإقليمي لفلاحة بولمان السيد سعيد الزهري. نحن حاليا في الموسم ديال الجن والموسم ديال الاستخلاص ديال الزيت الزيتون على الصعيد ديال الإقليم. الإنتاجية الحمد لله كانت جد متميزة السنة، واحد المرضودية اللي كتناهز 3.5 طن في الهكتار، يعني هاد السنة توقع واحد الإنتاج ديال 42,000 طن على الصعيد ديال الإقليم. وبالنسبة للأثمنة المتداولة في السوق فهي جد مشجعة، حاليا الزيتون كيتراوح الثمن ديالو ما بين 4.5 حتى 5.20 درهم الكيلوغرام، وهو واحد الثمن اللي هو جد متميز بالنسبة للفلاح. اللي غينمي في الدخل ديال الفلاح هذه السنة اللي كانت تميزات بواحد الشح ديال التساقطات وكذلك حتى الموسم ديال الجفاف. الإنتاجية بالنسبة للقنطار، يعني الإنتاجية من الزيت هي كتختلف على حسب تاريخ ديال الجني وعلى حسب كذلك حتى الجودة اللي كنراهنوا عليها باش ندخلوا بها للسوق. دونك كلما كانت زيت بكر ممتازة كلما كيكون المردودية في القنطار كتكون قليلة. حاليا المردودية الأولى ديال الإكسترافيرج حنا بين 13 و14 حتى 15، ولكن الموسم يلاه في البداية ديالو، وبالنسبة للمنطقة يعني في الأواخر ديال شهر 12 فعلا كتكون الجودة شيئا ما شوية ناقصة، ما كنلقاوش إنويل إكسترا فياج، يعني كتكون النايل تيزويل اللي هما فياج الجودة جد ممتازة، ولكن ماشي بحال الجودة ديال الزيتون اللي كيكون في أواخر شهر 10 ولا بداية شهر 11. على إنتاج سجلناها بالمقارنة مع السنة الفارطة كانت ما يعادل 25 لتر كل قنطار. اللتر ديال الزيت حاليا الاسواق اللي هي مفتوحه دابا غير ديال الزيتون، يعني الاستخلاص ديال الزيت مثلا ما كاينش ثمن، ولكن غيكون تقريبا اذا درنا عمليه حسابيه غيكون حوالي 40 درهم تقريبا اللتر الواحد. ويلعب قطاع الزيتون باقليم بولمان دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما في موسم ما تزال ساكنه المنطقه تتعامل معه بكثير من الحزم والاستعداد ينتعش خلاله الرواج الاقتصادي والتجاري، غير أن موسم جني الزيتون هذه السنة يتزامن مع ظروف استثنائية خيم عليها ضعف تساقطات المطرية وجائحة كوفيد-19. ضمن إعلانة النشرة تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة فاس مكناس إلى علم كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في التسجيل ببرنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والإنترنت برسم الموسم الدراسي 2020-2021 عن انطلاق البرنامج باعتماد نظام التعليم عن بعد عن طريق قناة محمد السادس للقرآن الكريم وموقع الوزارة إلى غاية نهاية شهر دجنبر الجاري، على أمل أن تتهيأ الظروف للعمل بالدراسة الحضورية مع بداية شهر يناير 2021. فعلى الراغبين في الاستفادة من دروس البرنامج المبادرة بتسجيل أسمائهم لدى مؤطر الدروس بالمساجد المحتضنة للبرنامج بواسطة الأرقام الهاتفية المسجلة بالإعلانات أو الاتصال بالمندوبية عبر الهاتف على الرقم 05-35-65-00-35. أعيد الرقم 05-35-65-00-35. نهاية عرضنا الإخباري، تذكيرون بأبرز ما جاء فيه. وزارة الصحة تسجل 4346 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، 4044 حالة شفاء و70 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. من بين هذه الأعداد جهة فاس مكناس تسجل 84 إصابة بكوفيد-19، 71 حالة شفاء و9 وفيات إلى حدود الساعة 6 من مساء أمس.
إعادة البناء بشكل أفضل نحو عالم دامج ولوج.